مصر، اهلا بكم في بث جديد، وخاصة في واقعة مؤسفة حيث تجرد اب من كل مشاعر الابوة وتحجر قلبه واقدم على التخلص من نجلته ذات الاربعة اعوام بطريقة بشعة في منطقة ام بيومي بايوب، حيث قام بتعذيبها حتى الموت. وتفاصيل اخرى ماشي، عرفنا بنفسك. انا اسمي نسر. ماشي اتفضلي. ماشي. اتفضلي. الراجل ده انا يعني ايه الواقع وايه اسبابها وان هو اب يعمل في بنته؟ انا سبته المكان ده، مش ده اللي انا اتجوزت فيه. ماشي، سبته بعد ضرب وشتيمه واهانه جامده. انت عندكم كام عيل؟ انا كان عندي سته، تمام، معايا ثلاث بنات. اتفضلي. ماشي، بس المهم في ناس، تمام، كريمه ماتت، بقى معايا بنتين وثلاث صبيان. تمام. ماشي، المهم ناس يعني ولاد حلال جابوا لي السكن ده، وقعدت بعد بهدله جامده. وكان اتفضلي. المهم بس رحنا عملنا تحاليل وكده، ولما تحاليلي يعني طلعت صح وكده، هو خباها. يعني ايه خباها؟ معلش احكي لنا كده من الاول. خباها. ولما جينا انا واهلي بنقول له طب يا ابني هات التحاليل، قال لك لا اصل ده التحاليل اللي خباها. التحاليل. تمام. المهم انا بعد ما جيت سكنت هنا، كان كل يوم يجيني هنا، انا عايزه اشوف عيالي. عايزه اشوف عيالي. لدرجه ما بقت يعني الناس هنا بقت يعني تشتكي. صاحب البيت اشتكى. قال لي يا بنتي هو بيجي مقيم معاكي؟ قلت له لا، هو مش مقيم معانا. تمام. هو بيجي ان هو عايز يشوف ايه، يشوف عيالي. ماشي، ما كنتش برضه اخرج اقول للناس. بس انت لسه على ذمته تقريبا. انا لسه على ذمته. تمام. بس انا لما جيت ارفع قضيه خلع، قالوا لي 10,000 جنيه. طبعا تمام. انا هجيب 10,000 جنيه منين؟ إيه؟ المهم لما جيت انا ما كنتش برضه اخرج لاي حد واقول له هو مبهدل فينا او عامل فينا، كنت بسكت اقول معلش. المهم قبل الحادث باسبوع يعني حصل مشاجره بينا وكده، وقام معورني في دماغي. ليه؟ لان انا بقول له، قلت له خلاص انت كده تعمل تجيب لي حقي انا وبنتي. قال لي حقي ايه؟ قلت له انت زي ما شهرت بينا، شهرت بيا، المفروض ايه؟ انت تجيب لي حقي. وكان قبلها كان ماسك كريمه دي، كان ماسكها ضاربها ومكتفها، وبقيت عماله اقول له طب انت بتكتفها ليه؟ ما تضربهاش. قعد يقول لي لا وانا عيالي بربيهم. قلت له طول ما انت ما بتصرفش عليهم جنيه مالكش دعوه. على طول كان نجرم ايه؟ على طول كان يفضل يرزي فيها ويقعد يضرب فيها. هي مره من مده 4 سنين تقريبا، من يوم لا. تمام. بقى لها سنه. بقى لها سنه تقريبا. بقى لها سنه. بس هو طول. اتفضلي يا فندم. ماشي. في اليوم ده انا كنت نازله شغل. ماشي، الشغل اللي انا كنت كده كنت نازلاه بقالي يومين. يوم الحادث كان تاني يوم ليا في الشغل، وما كانش ينفع ان انا ما اروحش شغل. تمام. ما كانش ينفع ان انا ما اروحش الشغل، عشان طبعا لو انا ما كنتش اروح كنتش هروح تاني، وانا ما صدقت ان انا لقيت شغل. تمام. انا ام واب ليهم وانا اللي بس. المهم اشتغلي فين؟ يعني بروح افرز بصل، امسح سلم. تمام تمام تمام. يعني على باب الله. وده كله هو اصلا ما كانش بيصرف عليكم ولا جنيه خالص. المهم انا رحت خرجت من هنا 9:30، كاميرات جايباني. هو جه خبط علينا الساعه 5 الصبح. تمام. طب انت جاي ليه دلوقتي؟ ده يوم الواقع. يوم الواقع. تمام. انت جاي ليه دلوقتي؟ قال لي ده انا جاي اقعد معايا. تمام. طب امشي عشان انا رايحه شغل، مش هينفع. قال لي انا جاي اقعد معايا. قلت له طيب. كان قبلها بيومين كسر لي الشباك وكسر الباب عليا. واهالي المنطقه هنا ما حاولوش ان هم يتدخلوا؟ كان الصبح. انا طبعا ما رضيتش اتكلم، عشان ايه؟ لما انا اتكلمت خدني بره. يعني لما انا اتكلمت قلت له انا هجيب لك رجاله الشارع، قام ضاربني بره. المهم يوم الواقع الخلافات دي كلها ان هو عشان ياخد منك فلوس تقريبا، تقصدي؟ هو بص، كان كل ما يجي ياخد مني فلوس عامه. لما كنت قاعده معاه برضه في الشقه عنده، كان على طول ياخد مني الفلوس. وبدا الايام الاخيره كان بيسرق. هو شغال حاجه معانا ولا؟ لا، ما بيشتغلش. بس هو كان في الفتره الاخيره جاب فرشه عيش، وكان مفهم الناس كلها ان دي بتاعت عياله. تمام. بس بالعكس انا كان بياخد مني، كان بيجي اخر الليل ياخد مني فلوس. أه. المهم يوم الواقع لما جه الصبح بدري قوي كده، قال لك انا هقعد مع عيالي.
طب امشي. قال لك لا انا ايه اقعد معايا. طبعا كنت المفروض اروح الشغل الساعه 9، الساعه بقت 9 ونص ولازم امشي. المهم مشيت صحيت بنتي وقلت لها خلي بالك من اخوكي، قالت لي حاضر. وصلت او من اول كريمه مشي. المهم صحيت فهو بيشكت فيها، خافت عملت حمام على نفسها. قام طبعا قام ضربها ضرب 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 ضرب. وبعد كده قام دخلها الاوضه وقفل الباب. بس معلش مقلع بنتي مامته خالص. مقلعها. وبنتي بتقول لي يا ماما احنا فضلنا نخبط يا ماما على الباب. بنتك الكبيره تقريبا عندها كام سنه؟ عندها 12 سنه. 12 سنه. معايا جنات عندها 12 سنه. تمام. قالت لي يا ماما احنا بنخبط عليها ماما واختي عماله تصرخ جوه. بعد ما انت مشيتي. بعد انا ما مشي اختي عماله تصرخ جوه يا ماما هو ايه ما بيردش. قالت لي وبعد كده يا ماما رماها من شباك الاوضه. بعد ما قعد في الاوضه ساعه. رماها من شباك الاوضه للصاله. رماها من شباك الاوضه للصاله. معلش هو ما مسكهاش من شعرها عشان هو كان حلق لها شعرها. ومسكها من دراعها قام رماها لاخواتها من شباك الاوضه للصاله. حلق لها شعرها؟ يعني ايه حلق لها شعرها؟ طب وانت حضرتك كنت فين؟ ماشي انا بشتغل. معلش ما انا برد برضو رد الناس. طيب واحد زي ده تسيبيه ليه يعني مع بنتك؟ بشتغل. انا معلش لو انا ما اشتغلتش ما بلاقيش معلش حضرتك لو انا ما امنتش مع على عيالي مع ابوهم امن عليهم مع مين طيب؟ تمام مع الجن؟ لا طبعا اتفضلي. المهم وهي شافت مش هيجي في دماغها فرصه للقتل. ده القتل والاغتصاب زي ما انتوا بتقولوا. ايوه انا شاكه في كده بعد يعني ان انت تعذب. يعني ما فيش تقارير طب قال ان هو تم اغتصابها. انت تعذب وتقتل بعد ما رمت اختها. ماشي اتفضلي. قلت بنتك قالت ايه؟ كبيره قالت لي يا ماما انا لقيت على رجلي اختي دم لما رماها من الشباك. بس بق 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 يعني قعد معاها جوه في الاوضه ساعه وبعد كده جه رماها من الشباك. الشباك ده هتقصدي؟ لا شباك الاوضه. عندي شباك في قلب الاوضه رماها من الشباك بتاع الاوضه للصاله. هي بتقول لك فبنتي بتعمل لاختها كده بتمسح كده الدم ما فكرت اختها اتعورت من الخبطه. لقيت رجل اختها مش متعوره. الدم ده جه من ايه؟ ماشي. بنتي بتسمعها بتقول لها انا هرجع لك. تمام. بنتي بتسمع سمعته وهو بيقول لها هتقول لامك. قالت له انا هقول لماما. قال لي كريمه اللي ماتت قول لها انت هتقول لامك. قالت له انا هقول لماما. ده كريمه اللي ماتت. قال لها طب انا مش هخليكي تنطقي خالص. انا كان مش هخليكي تنطقي. مسكها من رجليها في شباك السرير. انا عندي سرير حديد مسكها من رجليها في شباك السرير يعني فضل يخبطها في شباك السرير قدام ولادك قدام عيالي. وما ماتتش. مسكها في الحيطه وما ماتتش. مسكها خلع المساحه ومديها بالمساحه على وشها. بنتي كان وشها بايظ وما ماتتش. كل ده وبنتي ما ماتتش. لا اله الا الله. مش معاكي صوره لا توريها؟ لا هي الصور بصراحه انا عارفها. لا الصورة انا معايا صورة قبل ما تموت يعني كل ده وما ماتتش. طب انت قلت لها ان هو كان حلق لها شعرها قبل الواقعة كان حلق لها امتى؟ هو كان قبل الواقعة يعني يعتبر بيومين ثلاثة. واتخانقنا برضه ومش عارفة ايه وقال لك بنت ومش بنت وانا سكت. رماها في الحمام العريانة مالت فيها ايه هي خلاص بقى بتطلع في الروح. بنتي بتقول لي يا ماما اختي مطلعه لسانها ومبرقه وعماله تقول له ايه والنبي يا بابا انا عايزه ابق ميه. بس كانت خلاص دي قبل ما تموت. اتفضلي دي صورتها. ده قبل ما تموت. مين اللي كان بيلعب معاه ده؟ انا. مرات اخويا. ده وهي قاعده معايا قبل ما تموت بساعات بقى ودي ولا لا ده قبل ما تيجي هنا هي متربيه معايا انا. ده لما جت هنا. بس هو حلق لها شعرها خالص هي دي. لا اله الا الله.
عسل. ده كده كان فيها شعر، هو بقى حلق لها شعرها زيرو لما جت ماتت. هاتي بوسه يا بابا. بعدين حضرتك هي بتقول يا بابا انا عايزه انام، طب معلش يا بابا كفايه انا عايزه انام. الكلام ده كلام اخواتها الصغيرين. قال لها انا هنيمك النومه الابديه. الابديه. بعد كده لسه بنتي فيها الروح، الروح لسه فيها. لا يسكت على كده، لا مسكتش. انت اكتشفت الوقت تمام. طب انتي مامي رماها في الحمام. ماشي. هي بتقول والنبي يا بابا طب انا عايزه ابق ميه. قام رماها في الحمام ودلق عليها اربع جراد الميه. تمام تمام اتفضلي اتفضلي. شرقها خالص. شرقها. وبعد ده كله قام قعد وكلم. يعني بعد ده كله قام بتقول يا بابا انا عايزه ابق ميه، بس بنتي بتقول لي يا ماما لسان اختي طالع ومبرقه وخلاص ماتت. هي قالت له انا عايزه ابق ميه وماتت. لا لا لا. قال لها انا هشربك الشرب اللي مش هتشربيه تاني. قام رميها في الحمام وقام دلق عليها جرادل الميه. لا لا. وبعد كده قال لاخواتها، قال لهم لو امكم جت سالت انا ما عملتش فيها حاجه. يعني شوفوا انا بقى ما عملتش فيها حاجه اهو. انتوا لما تيجوا امكم قولوا لها ده هي وقعت في الحمام وشها ازرق. وبعدين في حاجه حضرتك، البنت ميته قدامه ويجيبوا اخواتها يعمل لها يعمل لهم ازاي؟ تعالوا سقفوا لها. اخواتها منهارين وبيعيطوا، ده بيقول لهم تعالوا من الموقف شايفينه اللي شايفينه. اخوها الكبير، اخوها الكبير، اخوها الكبير بيقول له انت موت تخشي، انا هخلي امي تبلغ عني. قام رازع ابني بالقلم. رازع ابني بالقلم. ماشي. ودي خافت وطلعت لجارتي. لما طلعت لجارتي، جارتي هي اللي اتصلت عليا قالت لي تعالي ابو علالك بيموت في بنتك تحت. تمام. بس انا ما جاش في دماغي ان انا اجي الاقي بنتي ماتت. اكتشفت الواقع ازاي بقى لما جيتي؟ اكتشفت الواقع انا جايه لما جارتي دي رنت عليا. طبعا انا جيت. الكلام ده كان الساعه 2 2 الى 10. عقبال ما جيت انا كل ده ما اعرفش انها ماتت. المهم بقول لاخوها، بقول له هات يا عبده، ببص بنتي وشها بايظ وجسمها بايظ. فانا بفوقها، كل ده انا بحسبها مغمى عليها. حتى هنا في الشارع قالوا لي ايه هتلاقيها ايه، بس ايه مغمى عليها. بس انا حساها في حاجه في قلبي، انا حساها بنتي خلصانه. المهم لما رحنا كل ده ما اعرفش ليه من بهدله. لا اللي انا شفته، المنظر اللي انا شفته، حتى الشاب اللي خدها الله يعينه على حاله. الله يعينه ويقويه على حاله. تعب في اليوم ده. تمام. دي واحدة معانا هتشوفي الواقعة ويحكي لنا التفاصيل اللي انت قلت لي ان هي والدتها خرجت خرجت بيها، قعدت تصور بيها فادي محمد السعيدي خدها وجري بيها، خدته وجري بيها. كانت شكلها عامل ازاي البنت؟ لا كان بسرعه خالص. وهي بقى كانت قلعه موت. موت يعني والدتها ووالدها حتى وقت خدها بيها جري بيها موت. خدها وجري بيها. انا جيت بقى المكنه ساعتها في ايه؟ قالت لي البت بسرعه. طب فين هو فين؟ قالت لي جري بيها كده. خدتها ساعتها وجيت بيها. اتصل بنت فين؟ قال لي في مستشفى الناصر الحكومه في الملاحه. خدتها ورحت بيها. نزل قاعد والحكومه عايزه كلبشه هو. ففي ايه يا ابني؟ قال لي فين امها؟ قلت له ايه دخلت امها؟ مين عمل فيها كده؟ امها؟ قال لها قالت لي ابوك. انا اقعدي اقعدي. قعدنا شويه. قال لي طب رن على ابوك قول له ابوك يجي عشان بنتي في الرعايه. لحد ما قلناش ان هي ماتت ولا اي حاجه. وانتم ما تعرفوش وقع. رن عليها قول له ان هي ماتت، ان هي في الرعايه ومش عايزين ندخلها غير لما يجي. رنيت على ابوها طب فين يا ابني؟ واحد بنت قال طب انا جاي اهو. جه يا ابوك. اول ما جه امك قال بيشيله يا ابني البت ماتت، ايه اللي انت عملته فيها دوت؟ قال لك لا يا باشا انا عملت حاجه غلط كده فانا قدبتها. قدبتها. ده كلام ابوها. ده كلام ابوها. قدبتها توصلها لموت كده. يعني انت لو شفت صوره البنت وهي متعذبه قسما بالله احنا كرجاله عيطنا قسما بالله. كان موقف مبكي اصلا. قسما بالله بقينا حتى يعني محمد اللي خدها وجري بيها بكى بكاء ولا كانها امه بامانه. يعني منظر طفله يعني معلش واحده بنشوف حيوان بتعذب بيحزن عليه، ما بالك بقى بنياتنا طفله ومش ملحمينها ومضمينا. لا يعني اما انا بقى يعني مش فاهم واحده وضرب ابنه على ايده كده يعني هو جايبه قلبه بيوجعني قلبه يعني هو طلع بنتي على ايدها على ايدها قلبي انا بيوجعني عليها. فانا ما اعرفش ان هو وصلها لضرب بالجنيات ضرب يعني ايه ده؟ وش البنت كله مزرق 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 مزرق. فبجد يعني الله يكون في عونهم ان شاء الله وربنا يصبرهم واحنا في بلد قانون
ويعني ان شاء الله باذن الله يعني هتاخد حق عرفنا بنفسك وعرفت حاجه. ده كان بيقول للامناء ايه، بيقول لهم انا سايبها لامها قاعده بتاكل وتشرب. الراجل ده بصراحه الله يبارك له هو اللي انقذني، قال لهم لا حرام، الست دي بتخرج على اكل عيشها بتشتغل حرام. يعني كان عايز كمان يلبسني مصيبه ان انا اللي موتها الراجل، لولا الراجل ده حق ربنا. الراجل ده يعتبر هو اللي خرجني من الحبس. هو بيقول لهم الست دي بتجري على الاكل عيشها، بتطلب بيه الهجع، بتطلب بيه، بتطلب باعدامه. ده الاعدام شويه عليه، ده الاعدام كمان راح عليه انه يعذب طفله ويموتها بالمنظر ده. يعني ده ربنا ما اردش ان هي تموت، لا ده انت عملت كمان على حكمه ربنا، عملت على حكمه ربنا ان انت تعذبها لي بالطريقه دي ليه؟ ان شاء الله احنا في بلد قانون، وان شاء الله باذن الله ربنا يجيب لها حقها. يعني كنا معاكم في واقعة تجرد ان شاء الله باذن الله. نرى اعزائي المشاهدين ومتابعين التلجراف، كنا في واقعة مؤسفة حيث تجرد اب من كل مشاعر الابوة وتحجر قلبه واقدمه على التخلص من نجرته بعد اغتصابها ذات الاربعة اعوام بطريقة بشعة كما ذكر لنا الاهالي في منطقة ام بيوم بايوب، وقام بتعذيبها حتى الموت. وبكده نختم بسنا النهاردة ودمتم في احسن حال.